الفكرة هي بسيطة جدا، هي اللي بيعيشه كل فنان وكل إنسان بوطننا، المناظر المؤذية. منظر المؤذي أو المؤلم هو أن تجد حرائق موجودة في موسم من السنة. يعني مواسم الصيف دائما هي مواسم سياحية، هي بيقصدها العالم لسوريا من كل دول العالم. يعني حاليا لما بتلاقي مواطن مهمة لأنواع من الحيوانات والطيور اندثرت وراحت، كنا بمشكلة قبل، كان في مشكلة إزاحة الجبال، يعني تحويل الجبال إلى مواد بناء. حالياً عم نعاني سنوياً من الحرائق في الغابات، هذا تهديد للإنسانية وتهديد للبشر وتهديد للحيوان والحجر. يعني أنا شاهدت قرى مثل ما هي احترقت، يعني أطفال عم يركضوا وأمهات، يعني وصار في تهجير بالمنطقة. يعني أنا بخاف على أن يتكرر هذا الحادث ويعتبر حادث بسيط، هو حادث مؤلم ومجرم. يعني هذا جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون. الاعتداء على الطبيعة يحتاج إلى جهود كبيرة لزرع الوعي عند المواطن، ولو كنا بحاجة، يعني ولو كنا نحن بأزمة، لكن على المواطن أن يساعد في حماية البيئة وألا يحرقها. الفنان تشكيل الدكتور علي طبعا هو ذو باع طويل في التشكيلية وفي الحركة التشكيلية السورية، وكل عام عم يقدم لنا نموذج جديد من أعمال جديدة واستخدام أساليب وتقنيات مختلفة عن المعرض اللي بيكون قبله. طبعا هو خبرته الطويلة والإضافة إلى أنه هو يعني دكتور وباحث في كلية الفنون الجميلة، فهي هي حقيقة مو تجارب، هي بدنا نقول خبرات متراكمة عند الدكتور علي عم بيكرسها على اللوحة. أنا شفت تجربة حلوة جديدة بمعرض الدكتور علي، كتير حبيتها، حسيت فيها مزيج كامل من الألوان ومن صخب الحياة ومن حبه للحياة، مختلفة عن المعارض القديمة اللي قدم لنا إياها.